ما بتفهمي تحكي مع العالم انت وليك؟ لا تضربي امي، لا تضربي امي، تضرب منك لامك. شحادين ارباط نوال، روحوا الله يخلصنا منكم يا قصين. شو عم تعملي؟ بعدك انت ما دخلك. شو ما دخلني؟ ليش هيك عم تعاملني مخلوقة؟ قومي يا اخي قومي. خرب بيتهم شو نوت؟ شو هالقعدة اللي عندك انت؟ ليش هيك عم تعاملني مع المخلوقة؟ تستاهل الله لا يقيمة شحادي مأنشحة. وانت شو؟ وانت اخلاقك الشحاد واخلاقك الفقير، مو لأنها فقيرة تتعاملي معها هيك. اتركها يا اخي اتركها، اصلا انا بستاهل يصير فيني هيك. ليش يا اختي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ في حدا بينبسط وانا عم اضربه هينو؟ ايه يا اختي انا بستاهل، بتنساش اهالي لما بتضربيني، انا بستاهل كل شيء يصير فيني. شو؟ انت فيكي شيء اختي؟ شو عم تحكي؟ اكيد المرأة مريضة بلدت عملي معك، لو سمحتي عيفيها وروحي خلص. لا يا اخي انا مو مريضة، بتحب تعرف ليش؟ ليش؟ ليش بتحبي هيك؟ فهمينا ليش؟ صار عنا فضول. انا يا اخي بزمناته كنت مثلك وكنت ماشي بالطريق. مالك شايف يعني؟ انا اسف يا اختي اسف. وين بتنصرف هالكلمة اسف؟ وين بتنصرف بعد هون؟ يا وسخ، اصلا انتوا الزبالين لازم تنظفوا زبالتنا يا وسخ. يلا قوم قوم، كفي وسخ قوم نظف. يلا الله يعطيني لحتى ازلكم اكثر من هيك. يلا قوم من هون. يلا قوم قوم كفي تنظيف الزباله لعنكم الله موسخكم. الله يعطيني لحتى ازلكم زله الكلاب. وعليك هون روح اشتري اكل لاولادك ولادك الزبالين. اتعامل مع الناس يا اختي، لهيك رب العالمين اخذ كل شيء مني وعاقبني على كل شيء ساويته قبل. نصيحه يا اختي، لا تغلطي غلطتي لانه ما في شيء بدون، وكما تدين تدان يا اختي. مزبوط كلامك صح، اتمنى تكون اعتبرتي من هالموقف. رب العالمين ما بحب المتكبرين والمتعجرفين. الله اعطاكي مال لتتصدقي على الفقير، مو لدهين الفقير. على كل حال خير ان شاء الله، اتمنى يصير هذا الشيء درس لنا كلنا. وانت يا اختي انا رح ساعدك، رح اكون معك باذن الله. وانا كمان رح ساعدك وساعد كل محتاج. سامحيني اختي. ماما انا جوعان. خسرت جوع يا ابني. طيب شو رايكم اعزمكم هلا على مطعم هون ناكل كلياتنا من غير ما بياكل؟ شو رايكم؟ جبر الخواطر من أعظم وأجل العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.